مرحبا اخواني الاعزاء، هذا الفيديو راح نتحدث عن موضوع البكسلات، ما هي كثافتها، ايش راح تسوي، وبالمقابل راح تعطينا مفهوم اللي هو الريزولوشنز او دقه الشاشه. سامعين مثلا دقه الشاشه مثلا فول اتش دي، اتش دي، 2K، 4K، هاي الشيء معناها منين اجت. شاشه البلازما بالاساس يعني تتكون من البلازما، العب في البكسلز. البكسلز مثل ما نقول وحدة بنائية لونية للشاشة. البكسل تحتوي بداخله على غاز، هذا الغاز من يصير الكترود الموجود بالشاشة راح يعطي شحنة كهربائية لها، هذا الغاز راح يستحث وراح يعطي مادة البلازما. مادة البلازما اكو امامها ثلاث الوان، ثلاث الوان، او مادة الفسفور اللي تتكون من ثلاث الوان، لون احمر، لون اخضر، لون ازرق. البلازما مال الغاز راح تضرب على هاي الالوان راح تستحث وتشع لون. فبالمقابل حسب الرساله اللي تستلمها البكسل من المصدر مثلا الاخراج، كان تكون كمبيوتر او كان يكون ساتلايت او من هذا القبيل، راح تشع احد هذه الالوان وراح تعطينا لون معين. يعني وجدوا انه مثلا اللون الاخضر والاحمر والازرق هو مزيج راح يعطينك طيف عالي من الالوان، يعني هنا مصادر الوان رئيسيه. فبين راح تشع راح تعطينا لون. هاي التركيب كل هذا سهلنا من ثلاث الوان والمادة تحتهن يسمونه بكسل. بكسل يعني وحده تركيبيه. زين شنو كثافة البكسلات؟ شلون راح تغير الريزولوشن او الدقة؟ كذا. هسه اذا اروح مثلا هنا على سبيل المثال انا اجيب لك البلازما دقتها شاشة العفو قياس الشاشة مالتها مثلا 32 بوصة، جبت اربعة، وحدة دقتها 720 يعني كثافة البكسلات بيها العمودية 720، الثانية 32 بوصة كثافة البكسلات بيها العمودية 1080 او فل اتش دي، ثلاثة 2K أو 1440، والرابعة 4K أو 2160. جيت الأول وحدة كثافة البكسلات إذا نقول مثلا 720 معناها كميتها قليلة حجمها كبير، يعني راح تكون ما راح تتوزع على الشاشة، بكسلات ما راح تتوزع على الشاشة حسب حجمها، راح تترك فراغ بيناتها. البكسل راح يصير فراغ بين بكسل، بالمقابل راح يكون حجم كبير عمودي يملأ الشاشة لأن عددها قليل، وبالمقابل راح تترك مسافة بيناتهم كبيرة. هاي راح تأثرين على دقة الصورة، وراح نعرف هسه مثلا أنا أريد أشوف المربع. المربع راح يظهر بدقة مثلا 27 في هاي الصورة، يعني مسافة بين بكسل وبكسل كبيرة، وكل بكسل هو يعبر عن الوحدة اللونية، فراح المربع راح يكون تقاطع اكو بين الابعاد مالته او بين الرسم مالته او الصوره مالته، يعني نقاط يكون بكسل مثلا هاي تطلعون هاي بكسل تطلعون، هذا كله فراغ، مجرد فراغ يعني عدد قليل وشاشه حجمه كبير، وراح يظهر المربع بهذا الصوره. يعني مثلا دقته ما راح تكون واضحه، اذا قريبين عليه كلش ما راح نعرف انه هو تغيير مربع، لان كثافه البكسلات قلنا قليله وشاشه كبيره. اذا اجيت لل مثال اذا جيت للشاشه الثانيه 32 بوصه دقتها 1080 او فل اتش دي، هنا 1080 راح نشوفها يعني معناها انه عدد البكسلات في الخط العمودي راح يتوزع على انه يكون 1080 بكسل، يعني نوعا ما نقدر نقول كثافه البكسلات تقريبا ازدادت. طبعا هذا احنا ما نتشعل الخط العمودي بس على العمود، افق كذلك هم راح يزداد اللي هو يصير 1920 قبل كان 720، بس احنا يعني بسهوله هم يختارون ريزولوشن واحد. ال 1080 راح يكون عدد البكسلات بي اكبر اكثر العفو، وحجمنا راح يقل. شلون يعني مثلا انا 32 بوصه اذا مثلا نفس الحجم راح يطلع لنا بكسلات برا، فلازم يزيدون حجمين على مود تقدر تشغل الحيز اللي هي بي، يعني مود تقدر تسد كيف عدتهم بحيث على عدد البكسل بالشاشه على عدد حجم الشاشه لا يطلع اكثر من هذا الحجم ولا هذا، فبالمقابل راح يزيدون حجمين. فهنا راح يكون مثلا كذا مسافة بين بكسل وبكسل على قد ما هن صغار، هنا المسافة راح تقل، فبالمقابل الصورة راح تكون أكثر وضوح لأن المسافة بين بكسل وبكسل
تكون صغيرة على حساب طبعا عددها، كل ما زاد عددها فراح المسافة بين البكسل والبكسل تكون أصغر، وراح تكون الصورة أوضح، يعني الإنج الواحد راح يكون بأكثر من بكسل، وهذا كل بكسل راح يطلعون، فراح تعبر المربع راح يكون مقدار التعبير إلى من البكسلات أكبر، فراح تكون الصورة أوضح، يعني هي تغير المسافة فراغ بين بكسل وبكسل. بال 1440 2K نفس حجم الشاشة طبعا راح تكون الصورة كلش واضحة، لأن مسافة البكسلات تكون بيها كلش ضئيلة، عدد النزلات حجمها أقل، فعدد البكسلات تعبر عن شكل المربع راح يكون أكثر، فصارت الصورة أوضح. بال 4K طبعا هاي الصورة مثالية، يعني بحجم 32 راح تكون دقة مثالية، يعني تقريبا مربع 100%، يعني اللي تقرب عليه كلش اللي تشوف المسافة بين البكسلات والبكسلات، يعني عددها راح يكون كلش كبير. بالمقابل حجم الشاشة راح يكون صغير بالنسبة لل 4K، فراح تتكدس إلى أبعد حد، هيك يعني راح يصير مسافة بين بكسل وبكسل، النقطة هي البكسل، شفنا فرق في المسافة. بس طبعا هذا على حساب إنه اعتبرنا إنه حجم الشاشة ثابت، إذا تغير حجم الشاشة كبر حجم الشاشة بحال ايش راح يصير؟ حتى إذا البكسلات تكفي على حجم الشاشة لازم تتباعد، المسافة بين بكسل وبكسل تتباعد، من راح المسافة بين بكسل وبكسل تتباعد راح تقل الدقة. يعني إذا جبنا شاشة مثلا 50 بوصة 4K تكون دقتها أقل من 22 بوصة مثلا Full HD صحيح ده البكسلات بي أقل، بس مقابل شاشة صغيرة فكرة البكسلات راح تكون بيها أكثر. شاشة 50 بوصة 4K صحيح هي 4K دقة عالية، بس 50 بوصة يعني حجم هائل، بحيث حتى عدد البكسلات الكثافة مالتها راح تقل إلى درجة إنه 70 ال 1080 يكون أفضل من عدها. زين بالحالة هاي شلون أنا أريد مثلا على سبيل المثال أعرف إنه شنو الشيء أو البكسل المثالي، عدد البكسلات المثالية حتى تصير الصورة واضحة أو نقية؟ موقع يسهل لنا هذا الشيء اسمه بيكسلز بير انش، اسمه كالكوليتر سوب. إذا أنا راح ندخل الريزولوشن مالتي أنا وأدخل البكسل مالتي وأشوف وش لو انه مثلا البكسل عدد البكسلات بالانج الواحد انه لازم ما تقل عن 95، يعني بين 95 او 4 او 93، يعني المهم من 90 فوق، من 90 وفوق هنا راح يكون ستاندر، يعني شيء مثالي، يعني عدد البكسلات راح تكون مثالية، بحيث اقدر انا مو بسهولة اميز اشوف الدقة راح تقل او اقدر اشوف البكسلات بسهولة الا تخرب على الشاشة طبعا. فهنا على سبيل المثال دقة شاشة 22 بوصة 920 بيت 80، هنا انا شايف انا كثافة البكسلات من قلت لك كالكوليت 100 بكسل بالانش، اوكي راح اكبر الشاشة شوية خليها مثلا 24 بوصة لان البكسلات راح تتباعد، قلت لك كالكوليت هسه عدد البكسلات بالانش واحد صارت 91، اوكي مقبول، يعني عرفني انه واحد 24 بوصة فل اتش دي بيها تقريبا مقبول. خلينا نكتب على سبيل المثال 32، هنا انا يعني فكرة سيئة جدا انه شاشة 32 بوصة Full HD خليها كالكوليت الا اذا كنت مسافة بعيدة، يعني لازم اذا قلت البكسلات لازم انا بعد مسافة بيني وبين البلازما حتى الصورة تبقى على نقاوتها حتى ما اشوف البكسلات. هنا 68 بكسل بالانج الواحد، يعني الدقة راح تكون سيئة الى ابعد حد، فما راح تفيدني ابدا. يعني اذا اريد انا جيمنج انا اكيد مسافه مثلا هيك شيء على الحاسبه او اشوف فيلم او اشوف شو اسمه وهيك شيء دقه، حتى لو انا مثلا فيلم مالتي عرضته 4K وهي شاشتي فل اتش دي ما راح احصل شيء، لان هي عدد البكسلات ثابته، عدد البكسلات بالشاشه ثابته النيابه بالفل اتش دي هاي كثافه البكسلات، حتى لو شغلت 4K 4K هو الفيديو نفسه، بس هي الشاشه مالتي بتبقى محتفظه بالبكسلات مالتها، يعني ما راح يصير اي فرق. فبهالحاله ايش سووا المخترعين؟ يعني مسافة شافوا 32 بوصة هيك البكسلات مالها زيدوا عدد البكسلات، كثافة البكسلات زيدوها مكان ما 920، نشوف ال 4K مثلا شنو دقته 2560 ب 1440 زيدوا عدد البكسلات خلوها 2560 طلعوا دقة جديدة هي 2K 1440 زيدوا عدد البكسلات صارت 91، هذا مقبول يعني ضمن الـ range التسعينات،
نوعا ما مقبول، حتى الصورة تحافظ على نقاوتها زي عند البكسلات. اوكي، كبروا الشاشة مثلا يسووها 41 بوصة، شافوا ال 2K يكفي بال 41 بوصة، لا ما يكفي، قلت عدد البكسلات، زاد حجم الشاشة، تباعدت البكسلات بيناتها، قلت الريزولوشن مالتها. بالمقابل شو سووا المخترعين؟ اخترعوا دقة جديدة اللي هي ال 4K. 4K ايش قد دقتها؟ أو كثافة البكسلات اللي بيها؟ 3840 2160، 3840 2160. من رفعوا هذا الريزولوشن شافوا بثيمة 41 بوصة، زاد عدد البكسلات بالانج الواحد الى 107، يعني اعلى من الرينج المطلوب، يعني شيء مثالي فوق ال 100، شيء مثالي راح تكون صورة دقيقة. بالمقابل اذا انا مثلا قاعد اخلي شاشة 50 بوصة، يعني 50 بوصة راح تقل، يعني 4K ب 50 بوصة ما راح تكون واضحة، لأن 88 تحت المثال، يعني لكن ابتعد مسافة أنا بعيد عنها، إذا اقترب راح تكون جودة الصورة ب 22 إنش فول اتش دي اللي هي طلعت 100 أضبط من ال 4K. فلذلك احنا نشوف مرات الدقة بالموبايل يعني شيء كلش جميل، مثلا شيء مثل ما أقول شاربنس، يعني مثل ما نقول وضوح عالي جدا، وضوح حاد، لان شاشة الموبايل صغيرة جدا ودقتها فول اتش دي، فكثافة البكسلات تكون الى حد كبير جدا، يعني مثل متكدسة الى حد كبير، فتكون دقة كلش اضبط حتى من يعني شاشة كلها. فمن شافوا ان 50 بوصة ما يفيد، خلوا دقة ثالثة اللي هي فوق الاكثر، هي 8K اللي هي حاليا موجودة، وطبعا اكو 12K هي نزلت. يعني بس على باختصار احنا نشتري بلا شاشة على انه يكون كثافة البكسلات متلائمة وياها، بحيث يكون ثلاث بكسلات بالانج الواحد ما يقل عن 90، ما يقل عن 90، لان هذا يعتبر التركيز او التركيز القياسي بالنسبة. يعني المفهوم مع البكسلات تقريبا. بقى موضوع اخير، وهذا طبعا يخص الجيمرية او يشغلون يعني يستخدم حاسباتهم بالنسبة لاستخدام الديسكتوب لأغراض الجيمينج. كل ما زاد عدد البكسلات كل ما راح يزيد العبء على كارت الشاشة حتى يعرض الصورة، لأن يعني يحتاج إلى قدر أكبر حتى يتعامل مع كل بكسل بالشاشة، وبالمقابل راح يستنزف جزء كبير من قدرته. يعني على سبيل المثال أنا شغلت لعبة 1080 HD، نانا مثلا كارت الشاشة اشتغل كفاءة بحيث قدر يعرض انه الفريمز او عدد الاطارات المعوضة بالثانية 150، كبرت الدقة 32K، نانا راح يتعب كارت الشاشة نوعا ما، راح تقل كفاءته، راح تستهلك عدد البكسلات، فراح يكون عبء اكبر على كارت الشاشة في عرض الصور، في عرض لقطات اللعبة، لان راح تتعامل مع بكسلات اكبر، فراح يتعب يعني يستهلك كمية أكبر من طاقته. فممكن ما يصير مثلا 120 قطار بالثانية بالفول اتش دي، صار مثلا 90 قطار بالثانية بال 2K أو بال 1440. زيت الدقة بعد، زيت كثافة البكسلات، أو شغلت على الشاشة كثافة بكسلاتها 4K أو 2160، يعني كانت الشاشة راح يستنزف كمية أكبر بعد، لأن راح كثافة البكسلات راح يحتاج قدرة أكبر حتى يعرض الرسومات، فعلى حساب طبعا شنو عدد الفريمات، فراح تقل كفاءة كارت الشاشة، يجوز تعطينا فريمات يعني ما مقبول، يجوز حتى 20 30 40، يعني مو المستوى اللي احنا متعودين عليه خاصة بالألعاب المالتي بلاير. فنتأكد ان كارت الشاشة مالتنا يكون يعني يقدر يشغل كذا ألعاب او كذا برامج ذات مونتاج هاي الصورة بهاي الصيغة، بحيث ما يستنزف طاقتك كلها القصوى، بحيث يعني يعطيني أداء مقبول. هذا الشيء يعني حبيت أنوها بالأخير عفوا. في المقابل يعني نقدر نقول شاشة الفول اتش دي مثالية أو ستاندرد 220 بوصة، طبعا من
اقل شيء الى حد 24 بوصه، ان انا في 24 بوصه راح اوصل ل 93. اكبر من هذا الشيء ما يصير فينا بعد في الاتش دي اذا مسافه قريبه. نحول على 2K، 2K راح يفيدنا من 27 بوصه الى 32 بوصه، هذا الرينج راح يعطينا بكسلات من 100 الى 90 94. كمان الدقه ال 4K راح يفيدنا من 32 او 33 او 34 بوصه الى 42 او 48 بوصه او 45 بوصه. ورا هذا الرينج حتى 4K بعد ما يفيدنا راح نتجه لل 8K، 8K راح يفيدنا من 50 بوصة فما فوق، هم إلى حد كذلك هم راح يعجز، لازم يجي 12K على سبيل هذا يعني معيار مثالي. احنا نريد نعرف البرنامج هذا اسمه برنامج كالكوليتر سو، هذا دخل بيه ريزولوشن مالتي، هذا المرة خليني أوريكم دقة هذني، هذا من دقات كل من 8K هاي دقته، هذا العرض هذا الارتفاع هذا الويث وهذا الهايت. نسخن نخليه هنا بالكالكوليتر ونادايجونال يعني قصد قياس الشاشة، نشوف من 90 فما فوق مثالي، أقل من 90 ما يفيدنا إلا إذا مسافة بعيدة. كل ما تبتعد مسافة يعني الطريقة اللي نتعامل بين إذا شاشتنا مثلا أدائها أو بكسلاتها قليلة كلش عفوا يعني بالانجل واحد بالتعود 90 لازم شوي نبتعد مسافة إلى حد إنه يكون الصوت واضح. وأشكركم على مشاهدتكم.